بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تقدم تفسير هذه الآية الكريمة، ووصلنا عند قوله: حديث آخر. قال أبو بكر الأثرم رحمه الله في سننه: حدثنا أبو مسلم الحرمي، حدثنا أخي أنيس ابن إبراهيم أن أباه إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن القعقاع أخبره عن أبيه أبي القعقاع عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: محاش النساء حرام، يعني الدبر حرام، لا يجوز للمسلم أن يأتي امرأته في دبرها، والدبر محرم، إنما أحل الله محل الزرع وهو الفرج. وقد رواه إسماعيل بن علي وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي عبد الله الشقري، واسمه سلمة ابن تمام، ثقة، عن أبي القعقاع عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، أي من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أصح. طريق أخرى: قال ابن عدي رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله المحاملي، حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن، عن الدبر حرام، لا يجوز للمسلم أن يجامع في الدبر، إنما أحل الله القبل الفرج محل الزرع. محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث أبي بن كعب والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وغيرهم رضي الله عنهم، وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث، والله أعلم. وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: سفلت، سفل الله بك، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ يعني الدبر حرام، والله أهلك قوم لوط هلاكا شديدا بسبب هذه الجريمة والكفر. فالدبر محرم، لا يجوز للمسلم أن يأتي أهله بالدبر، وإنما الذي أباح الله هو القبل الفرج محل الزرع. وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم في تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه. قال أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الدارمي في مسنده رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الجواري، حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب
قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: ما تقول في الجواري؟ أنحمض لهن؟ يعني نأتي الدبر؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ يعني إتيان الدبر حرام لا يجوز. وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به، وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. فالدبر حرام، لا يجوز للمسلم أن يجامع في الدبر، وإنما أباح الله الفرج محل الزرع. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم، حدثنا أبو زيد عبد الرحمن ابن أحمد ابن أبي الغمر، حدثني عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك ابن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله، إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العلج على أبي عبد الله، يعني من قال أن ابن عمر يبيح الدبر فقد كذب. فقال مالك: فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نشتري الجواري، يعني المملوكات، أفنحمض لهن؟ يعني نأتي الدبر. فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أوف أوف، كلمة تحزن، أيفعل هذا، أيفعل ذلك مؤمن؟ أن المؤمن لا يأتي المرأة في الدبر. أو قال مسلم. فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ما قال نافع. فالدبر حرام لا يجوز، وإنما أحل الله القبل محل الزرع. وروى النسائي رحمه الله عن الربيع بن سليمان عن أصبغ بن الفرج الفقيه: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك رحمه الله: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار. قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إنا نشتري الجواري، أي المملوكات، فنحمض لهن. قال: وما التحميض؟ قلت: نأتيهن في أدبارهن. فقال: أوف أوف، يعني كلمة زجر. أو يعمل هذا مسلم؟ يعني إتيان الدبر حرام. فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: لا بأس به. ولكن الصواب أن الدبر محرم. وروى النسائي رحمه الله أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها، ولكن هذا لم يصح. وقد تقدم أن ابن عمر قال: أوف أوف، أو يعمل هذا مسلم؟ يعني إتيان المرأة في الدبر حرام لا يجوز. وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام، أي إتيان الدبر حرام. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري رحمه الله: حدثني إسماعيل بن حصن، حدثني إسماعيل بن روح، سألت مالك بن أنس رحمه الله: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم قوم عرب؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدو الفرج. الله تعالى قال: نساؤكم حرث لكم، والحرث هو الفرج محل الزرع، وأما الدبر فحرام. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال: يكذبون علي، يكذبون علي، الدبر حرام.
فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة أي جميعا، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف رحمهم الله، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فاعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء. فإتيان الدبر حرام، وقد حكى في هذا شيء، وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء أهل المدينة، حتى حكموه عن مالك، حتى حكوه عن الإمام مالك، وفي صحته عن النظر، أي لم يثبت. وقد روى ابن جرير رحمه الله في كتاب النكاح له وجمعه عن يونس ابن عبد الأعلى، عن يونس ابن عبد الأحوص ابن وهب إباحته، ولكن هذا القول باطل. قال الضحاوي، قال الطحاوي رحمه الله: روى أصبغ ابن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، يعني وطأ المرأة في دبورها. ثم قرأ: نساؤكم حرث لكم. ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي. على كل حال، قوله حرث لكم يعني محل الزرع وهو الفرج، وأما الدبر فهو حرام. وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي رحمهم الله عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك، ولكن في الأسانيد ضعف شديد، وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك، فالله أعلم. والدبر حرام. وقال الطحاوي رحمه الله: حكى لنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم أنه سمع الشافعي رحمه الله يقول: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال، وهذا أيضا قول باطل. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب رحمه الله عن أبي سعيد الصيرفي عن أبي العباس الأصم: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، سمعت الشافعي يقول، فذكر. قال أبو نصر بن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب، يعني ابن عبد الحكم على الشافعي في ذلك، فإن الشافعي رحمه الله نص على تحريمه في 6 كتب من كتبه، والله أعلم. والدبر حرام لا يجوز. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول وهو إباحة وطئ المرأة في دورها سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر، ولكن قولهم غير صحيح، فالدبر حرام. ومحمد بن كعب القرضي وعبد الملك بن الماجشول وهذا القول في العتيبية، وحكى ذلك عن مالك في كتاب له أسماه كتاب السر، وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر، ووقع هذا القول في العتبية. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وإلى مالك من رواية كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن، هذا لفظه. قال: وحكى الكياه هلاسي الطبري عن محمد بن كعب القرضي أنه استدل على جواز ذلك بقوله: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. المراد به إتيان الزوجة لا الدبر، يعني مثله من المباح. ثم رده بأن المراد بذلك من خلق من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن. قلت: وهذا هو الصواب، وما قاله القرطبي إن كان صحيحا إليه فخطأ، وقد صنف الناس في هذه المسألة
مصنفات، منهم أبو العباس القرطبي رحمه الله، وسمى كتابه إطهار أدبار من أجاز الوطأ في الأدبار، إطهار إدبار من أجاز الوطأ في الأدبار، يعني رد عليهم وذكر أنه حرام. وقوله تعالى وقدموا لأنفسكم، أي من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعا. وبشر المؤمنين، أي المطيعين لله فيما أمرهم، التاركين ما عنه زجرهم أي نهاهم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثني محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن عطاء قال أراه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقدموا لأنفسكم، قال يقول بسم الله التسمية عند الجماع، إذا أردت أن تجامع زوجتك قبل الجماع تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فيجب على المسلم قبل أن يجامع يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا رزقهم الله ولدا لم يضره الشيطان أبدا. قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي في حلفكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، لا تجعلوا الحلف بالله مانع لكم من صلة الأرحام، فلا تحلفوا بالله على قطع الأرحام وعلى المعاصي. فقوله تعالى ولا يأتلي أي ولا يحلف أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، أن إذا حلفت عند الغضب أنك ما تصل رحمك فيجب عليك أن تكفر عن يمينك ولا تقطع رحمك. وكفارة اليمين كما قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. كما قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني الآخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك ومن النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أن يستمر أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. إذا حلفت في وقت الغضب أن لا تفعل الخير كفر عن يمينك، لا تستمر على ذلك. وهكذا رواه مسلم رحمه الله عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به، ورواه أحمد رحمه الله عنه به. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية وابن سلام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استلج أي استمر في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس تغني الكفار. فإذا حلفت وقت الغضب أن لا تصل أرحامك أو لا تفعل الخير كفر عن يمينك، لا تستمر على ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وهكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي رحمهم الله. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أي كفرت عن يميني. وثبت فيهما أيضا رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، أي لا تطلب أن تكون أميرا، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. إذا أعطيت الأمارة من غير طلب الله يعينك، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أي لا تعان. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها فرأيت خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يميني. وروى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا خليفة بن خياط، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها فتركها كفارتها، كفر عن يمينك وافعل الخير. ورواه أبو داود رحمه الله من طريق عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها، أي يترك اليمين وليأتي الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. إذا تركت اليمين التي حلفت في فعل عدم الخير فكفر عن تركها كفارتها.
ولكن تقدم أنه عليه أن يكفر عن يمين، كفارة يمين. ثم قال أبو داود رحمه الله: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه، وهو الصحيح وهي الصحاح. فإذا حلفت وقت الغضب أن لا تفعل الخير كفر عن يمينك وافعل الخير. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد الكندي، حدثنا علي بن مسر عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه. وهذا حديث ضعيف، لأن حارث هذا هو ابن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، متروك، متروك الحديث، ضعيف عند الجميع. فيكفر عن يمينه ويفعل الخير. ثم روى ابن جرير رحمه الله عن ابن جبير وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي رحمهم الله أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليه، ولكن تقدم أنه يكفر عن يمينه ولا يفعل ولا يستمر على الحلف في ترك الخير. وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف، اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد. لم يقصد بذلك التأكيد، وإنما جرى اليمين على لسانه. ومثل هذا لا يؤاخذ الله به إذا لم يكن عن قصد. وهي التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. لأن الحلف بغير الله شرك، فلا يجوز الحلف بالأمانة ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأي شيء. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فالحلف بغير الله شرك. فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية، أي أسلموا قريبا، قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت تعودت ما كانت عليه من الحلف بالله من غير قصد، وأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه عن الكفارة. ولهذا قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، كما قال في الآية الأخرى المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي عقدتم الأيمان أي قصدتم. قال أبو داود رحمه الله: باب لغو اليمين. حدثنا حميد ابن مسعدة الشامي، حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم، حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله، يعني من غير قصد يجري الحلف من غير أن يقصد التأكيد. ثم قال أبو داود رحمه الله: رواه داود ابن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها موقوفا، يعني من قولها. ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول
كلهم عن عطاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها موقوفا أيضا. قلت: وكذا رواه ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها موقوفا، ورواه ابن جرير رحمه الله عن هناد عن وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: لا والله، بلى والله، يعني من غير قصد. ثم رواه محمد عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عنها رضي الله عنها، وبه عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عنها رضي الله عنها، وبه عن سلمة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنها رضي الله عنها. فلغو اليمين ما يجري على اللسان من غير نية، من غير قصد. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هم القوم يتدارؤون، أي يتدافعون في الأمر، فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم، أي من غير نية من غير قصد. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قول الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني من غير قصد. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل، يعني من غير قصد، وهو قول الرجل لا والله وبلا والله، فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة في من عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله، يعني إذا نوى التأكيد. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد أقواله رضي الله عنهما، والشعبي وعكرمة في أحد قوليه، وعطاء والقاسم بن محمد ومجاهد في أحد قوليه، وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه، وأبي قلابة والزهري رحمهم الله نحو ذلك. الوجه الثاني: قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تتأول، أي تفسر هذه الآية، يعني قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق، فيكون على غير ما حلف عليه، يعني يعتقد أنه صادق ويحلف، ولكن يتبين أنه أخطأ، فإذا حلف وهو نيته أنه صادق ولكن أخطأ، هذا أيضا لا يؤاخذ الله به، لأنه حلف على اعتقاده أنه صادق ثم تبين أنه أخطأ ويعفى عنه. ثم قال: وروي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في أحد قوليه، وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه، وإبراهيم النخعي في أحد قوليه، والحسن وزرار بن أوفى وأبي مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاووس وقتادة والربيع بن أنس
ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا عبد الله بن ميمون المرالي، حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن بن أبي الحسن رحمهم الله قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتظلون، يعني يرمون، يتدربون على الرمي، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه رضي الله عنهم، فرمى رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله. قال: كلا، أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوب، يعني أنه لم ينوي التأكيد. هذا مرسل حسن عن الحسن. الحسن ما أدى، الحسن البصري رحمه الله لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وخبره مرسل. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها القولان جميعا. حدثنا عصام بن رواد، أخبرنا آدم، أخبرنا شيبان عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: هو قوله لا والله وبلا والله، وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. أقوال أخر: قال عبد الرزاق عن هشيب عن مغيرة عن إبراهيم: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل هذا، إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا، فهو هذا، يعني لغو. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وحدثنا علي بن الحسين، حدثنا مسدد، حدثنا خالد، أخبرنا عطاء عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. وأخبرني أبي، أخبرنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثني أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وكذا روي عن سعيد بن جبير. قال أبو داود رحمه الله: باب اليمين في الغضب. حدثنا محمد بن المنهال، أنبأنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار رضي الله عنهما كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة، فكل مالي في رتاج الكعبة، أي يكون يعطى في صندوق الكعبة. فقال له عمر رضي الله عنه: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية، ولا نذر في معصية الرب عز وجل، ولا في قطيعة الرحم، وفيما لا تملك. وقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي إذا حلفت وأردت التأكيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد: هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد رحمه الله وغيره: وهي كقوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والله غفور حليم، أي غفور لعباده، حليم عليهم. ويجب علينا أن نعظم الله، لا نحلف من غير سبب، لأن كثرة الحلف ينافي تعظيم الله عز وجل. فلا تحلف إلا عند الأمور التي تستدعي
اليمين تعظيما لله عز وجل، ولا تحلف إلا وأنت صادق، فالحلف الكاذب من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء الحلف، للذين يؤلون أي يحلفون، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر، المدة أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة إذا كان أقل من أربعة أشهر. وهذا كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهراً، حلف أن لا يقربهن شهراً تأديباً لهن، فنزل للتسع وعشرين، يعني إذا مضى تسع وعشرين يوم نزل وقال الشهر تسع وعشرون، الشهر تارة يكون ثلاثين وتارة يكون تسع وعشرين. ولهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحوه. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر، حلف أن لا يجامع زوجته وزادت المدة على أربعة أشهر، فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر، إما أن يفي أن يجامع وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. إذا حلف أكثر من أربعة أشهر، وإذا تم أربعة أشهر فالمرأة لها حق أن تطالبه بالجماع أو الطلاق. ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور رحمهم الله. تربص أربعة أشهر أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين حلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. إذا تمت أربعة أشهر يطالب الزوج إما أن يجامع وإما أن يطلق. ولهذا قال تعالى: فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومسروق والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد رحمهم الله، ومنهم ابن جرير رحمه الله. فإن الله غفور رحيم أي لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فيه دلالة لأحد قولي العلماء رحمهم الله وهو القديم عن الشافعي رحمه الله أن المولي أي الحالف إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه. ويتضد هذا أي ويتقوى بما تقدم في الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها، كما رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح والله أعلم. يعني إذا حلف أكثر من أربعة أشهر ثم رجع وجامع فعليه أن يكفر كفارة يمين، لأنه حلف أكثر من أربعة أشهر وجامع بعد أربعة أشهر فعليه كفارة يمين.
عليه أن يرجع ويجامع، وعليه كفارة لأنه حلف مطلقا أكثر من 14. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي 14، الله عز وجل حدد لمن حلف أن لا يجامع زوجته 14 الحكمة في ذلك. ذكر الفقهاء رحمهم الله وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي أي الحالف 14 الأثر الذي رواه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله في الموطأ عن عمرو بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليل كان يعس بنفسه ينظر حال رعيته رضي الله عنه، خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليل فسمع امرأة وهي في بيتها تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني، أي ذهب عن النوم ألا خليل ألاعبه، يعني زوجي غائب، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، أي لولا خوف الله وقعت في الحرام. فسأل عمر رضي الله عنه ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ كم المدة التي تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 6 أشهر أو 4 أشهر. تصبر المرأة عن زوجها 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر رضي الله عنه: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. إذا أرسلت رجلا في الجيش لا يؤخر أكثر من 4 أشهر حتى لا يضر امرأته، 4 أشهر ثم يرجع إلى أهله رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن السائب بن جبير مولى ابن عباس رضي الله عنهما: وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما زلت أسمع حديث عمر رضي الله عنه أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا، إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول: تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني، أي أذهب عني النوم ألا ضجيع ألاعبه، يعني زوجها غائب، ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لانقضى من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، يعني الملائكة الكرام الكاتبين، فمخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم أو نحوه، وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فعلم أن المرأة لا تصبر عن زوجها أكثر من 14، ولذلك حدد للحالف 14، وإذا زاد على 14 تطالب الزوج بالجماع أو بالطلاق. سبحان الحكيم العليم جل جلاله. وقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، فيه الدلالة على أنه لا يقع الطلاق بمجرد مضي 4 أشهر، وإنما يطالب كقول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي 4 أشهر تطليقا، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس
وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيص بن ذؤيب وعطاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي. على كل إذا مضت الأربع أشهر يطالب، لا يقع الطلاق حتى يطالب، إما أن يجامع وإما أن يطلق. ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية، قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم، وقيل إنها تطلق طلقة بائنة يعني لا رجعة فيها. روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية ابن علي رضي الله عنه وإبراهيم وقبيص بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح، كل من قال إنها تطلق بمضي أربعة أشهر أوجب عليها العدة، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي الشعثاء أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها، وهو قول الشافعي رحمه الله، والذي عليه الجمهور أنه يوقف إذا تم أربع أشهر يوقف الرجل، إما أن يجامع وإما أن يطلق، والذي عليه الجمهور أنه يوقف ويطالب إما بهذا أي الجماع أو بهذا أي الطلاق، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا آلى أي حلف الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي، وأخرجه البخاري رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كلهم يوقف المولي إذا مضت أربعة أشهر يوقفونه، إما أن يجامع وإما أن يطلق. ثم قال وهكذا نقول، وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة أم المؤمنين وعن عثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الشافعي رحمه الله رحمهم الله ورضي الله عنهم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلاً من الصحابة رضي الله عنهم عن الرجل يولي أن يحلف من امرأته، وكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني رحمه الله من طريق سهيل. قلت وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله أيضا، وهو قول الليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأبي ثور وداود، وكل هؤلاء قالوا إن لم يفي ألزم بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة. وانفرد مالك رحمه الله بأن قال لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة، وهذا غريب جدا.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم جل جلاله. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء، إذا كانت الزوجة قد دخل بها الزوج ثم طلقها فعليها أن تعتد ثلاث قروء، ثلاث حيضات، بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة رحمهم الله من هذا العموم: الأمة إذا طلقت، إذا كانت زوجته مملوكة، إذا كانت زوجته مملوكة، فإنها تعتد عندهم بقرآن، إذا كانت مملوكة فعدتها حيضتان المملوكة، لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتبعض، فكمل لها قرآن، يعني ما يمكن قرء ونصف، ما يمكن، فصار قرآن حيضتان، المملوكة عدتها حيضتان. ولما رواه ابن جريج رحمه الله عن مظاهر ابن أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. الأمة المملوكة طلقتان لا رجوع بعدها، بخلاف الحرة ثلاث، بعد الثلاث لا رجوع، وعدتها حيضتان المملوكة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله. ولكن مظاهر الراوي مظاهر هذا ضعيف بالكلية، وقال الحافظ الدارقطني رحمه الله وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم ابن محمد نفسه رحمه الله. ورواه ابن ماجه رحمه الله من طريق عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني رحمه الله: والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله، يعني موقوفا عليه. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا: ولم يعرف بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف. وقال بعض السلف رحمهم الله: بل عدتها أي المملوكة كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي أي خلق الله النساء على ذلك، وكان الإماء والحرائر في هذا سواء، والله أعلم. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن محمد بن سيرين رحمه الله وبعض أهل الظاهر وضعفه، أي ضعف هذا القول. قد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل عن ابن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها قالت: طلقت على عهد رسول الله، طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة.
فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعني قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد اختلف السلف والخلف والأئمة رحمهم الله في المراد بالأقراء،